صدر يشرح طير البعاد في الهوى يصدح منسى الفتاوى للحياة شطؤه علم وعرفان وفكر أوضح فقه ورأي في المسائل تنجلي بضيائه حتى يبين الأرجح فاسأل تجاب واستفت من بهداه تمضي القلوب فتفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما دب بينهم خلاف، وشعرت جموعهم أن أيام الجاهلية التي ردمت يتم إنتاجها من جديد، وفي لحظة لا تحتمل التأخير يسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ورغم خطابات القرآن الكريم في أن الاختلاف والافتراق يؤدي إلى الفشل والضعف، إلا أن الله تعالى أعطى المسلمين درسا مبكرا عندما تنازعوا في غزوة أحد ودخلت أطماع الدنيا لتحرك أقداما قيل لها ارسخي، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن واقع الأمة الإسلامية في أعصارها الماضية وأيامها الحالية لا يبدو أنها مستعدة لتنفيذ أمر الله، فتتصارع فيها الأفكار والأطماع، ومن أجلها تمزق أمة ويموت شعب، وكأن الحل قد استعصى على الجميع، وتتجه الأنظار إلى العلماء ترمق خطاباتهم في لحظة تتمنى فيها القلوب أن يكون مع الخطاب منهج تطبيقي يرسم لهذه الأمة طريق الوحدة، ويعرفها معنى الظلم ظلم لتجتنبه، ومعنى العدل لتلبسه وتنتهجه. فكيف تتوحد الأمة في خطاب العلماء؟ حلقة تركز على عدد من النقاط المهمة في هذا الموضوع مع سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. راجينا منكم أن تشاركوا أيضا بدوركم في هذا الموضوع المهم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سماحة الشيخ، في كل مرة تشعر الأمة معها أنها غير مشغولة ببعضها تتصاعد نداءات الوحدة وتعقد مؤتمراتها، ولكن عندما يحتدم الأمر يصبح شعار الوحدة في مهب الريح. هل أضحى خطاب الوحدة بين الأمة الإسلامية مبدأ تنظيريا غير قابل للتطبيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خطاب الله لعباده سبحانه وتعالى يتجاوب مع الفطرة السوية التي فطر الله تعالى الناس عليها، ولا يكون في أي خطاب رباني يوجه إلى العنصر البشري غير منسجم مع الفطرة أو غير متجاوب مع مقتضياتها ومطالبها، ولا يمكن أن يكون هناك نشاز ما بين أوامر الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتابه الكريم وبين ما فطر عليه العباد، إذ الله تعالى يقول: وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، إن الإسلام بكل معانيه عقيدة وعبادة وفكرا وسلوكا وسياسة واجتماعا وأدبا وأخلاقا هو فطرة الله سبحانه وتعالى، ولا ريب أن نداء القرآن الكريم
برص صف الأمة وجمع كلمتها ولملمة شتاتها والقضاء على أسباب الخلاف فيها ظاهر لا ينكر، بل عنصر الوحدة والاتفاق بين الأمة موجود في كل تشريع رباني، حتى في العبادات التي هي صلة بين العباد وبين ربهم، وهي ضريبة العبودية يقدمها العبد لله عز وجل. لا تخلو عبادة من هذه العبادات مما يهذب هذه النفوس البشرية لتكون مستعدة للاندماج والانسجام والألفة والمودة والقضاء على كل سبب للخلاف والشقاق فيما بينها. فلذلك نحن نعجب كيف تنفر النفوس من الوحدة وتميل إلى الخلاف والشقاق. نحن عندما نأتي إلى خطاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله عز وجل يدعو إلى الاتحاد في آيات متعددة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآيات القرآنية واضحة، فضلا عما نجده في تضعيف الحكم الربانية في العبادات المشروعة على اختلاف أنواعها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف تجسد هذه الوحدة بين الأمة عندما يقول: المسلم أخو المسلم، لا يقتله ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يكون هذا التوحد وهذا التراص ما بين هذه الأمة، إذ يقول: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولو جئنا نحن إلى القرون الماضية لوجدنا هذا الأمر لم يكن أمرا تنظيريا، أو لم يكن أمرا ملقى في متاحف الأفكار فحسب، وإنما كان أمرا تطبيقيا في حياة الأمة. كيف انسجم المهاجرون والأنصار، وكيف انسجم الأنصار أنفسهم فيما بينهم بعد ذلك الشقاق وبعد تلك الحروب الدامية والصدام المسلح الذي ظل بين فئتيهم 120 عاما حتى كانوا يتوارثون الأحقاد، وكانت سيوفهم تقطر دما فأغمدوها ولم يسلطوها إلا في مواجهة العدو المشترك. كانت الوحدة التي جمعتهم وألفت بين قلوبهم وألفت بينهم وبين المهاجرين، هذه الوحدة هي التي رفعت من مكانهم، وهي التي كانت القاعدة لبناء هذه الأمة. فوجدت أمة انقلبت من الذلة إلى العزة، ومن الشتات إلى الاجتماع، ومن التفرق إلى الاتحاد، ومن التنازع إلى الألفة والتواد والتراحم. فانطلقت هذه الأمة في أرجاء الأرض مستهدية بهداية الله سبحانه وتعالى، مستهدفة كل جبار عنيد وشيطان مريد يتسلط على عباد الله بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. ففتحوا العالم وأذاقوا الإنسانية طعم العدل والإنصاف، فعرفت هذه الإنسانية قيمتها وأدركت أين موضعها في هذه الحياة. فإذا هذه الأمة كما قلنا لا يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها، وهذا
ما لا يكون إلا بالرجوع إلى تلك المنابع التي وردها ذلك السلف العظيم. هذه الأمة إنما كونها القرآن، رباها القرآن، وبقدر ما تبتعد عن القرآن تكون بينها الحزازات ويكون بينها الشقاق والخلاف. طيب سمح الشيخ، إذن سننزل إلى جملة من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. في العالم الإسلامي تنشأ ظواهر تتعلق بمصائر المسلمين، لكن الأنظار في كل الأحوال تتجه إلى العلماء، لأن التعامل مع هذه الأمور إما أن يكون من المشروعات أو المحظورات. كيف يجب أن يكون خطاب العالم في مثل هذه الأحوال؟ نعم، الخطاب الذي يصدر من أي مسلم لا سيما العلماء يجب أن يكون خطابا موضوعيا، ليس ردة فعل وليس صورة انفعالية أو تأثرا بعاطفة الرعناء أو تجاوبا مع عصبية وحمية، إنما يجب أن يكون خطابا يصدر عن أمر الله سبحانه وتعالى. إذ هؤلاء هم الذين ألقيت على أعناقهم أمانة الله سبحانه وتعالى، وجعلهم الله تعالى شهداء على الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. فإذا هؤلاء هم يجب أن يكونوا القادة الربانيين الذين يصبحون ربابنة السفينة ليذهبوا بها إلى مرفأ الأمان. نعم. طيب سماحة الشيخ، هل تعدد مناهج العلماء في الأزمات يعطي فكرة بأن مفردات كالحرية والظلم والفتنة والحق لا تعدو أن تكون أمورا اجتهادية يقدرها العالم وحده حسب ميوله ورؤيته؟ القضية ليست قضية ميول ورغبات وأهواء ونزعات ونزغات، إنما القضية قضية مبادئ، قضية إنصاف، قضية رفع الظلم عن هذه البشرية، رفع الظلم عن أي أحد كان ممن كان. لا فرق بين أن يقع الظلم على بغيض أو حبيب أو بعيد أو قريب، وبين أن يصدر أيضا عن بغيض أو حبيب أو قريب أو بعيد. فالظلم يجب أن يقاوم إن صدر من أي أحد كان أو وقع على أي أحد كان، كما علمنا الله تعالى في كتابه الكريم. نجد الآيات الكريمة واضحة في هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدله أقرب للتقوى. وبين ما يأمر الله تعالى به وما ينهى عنه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. فالله سبحانه وتعالى يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بالخير، يأمر بما فيه الألفة، يأمر بما فيه الود، يأمر بما فيه نصرة الحق، يأمر بما فيه درء الباطل والظلم عن أي إنسان كان. طيب سماحة الشيخ، فقه الأولويات والمصالح وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والرضا بأهون الضررين وبعض الشر أهون من بعض، مفردات تتكرر كثيرا على ألسنة العلماء، هل لها فقه يحكمها ويؤطر موضوع استخدامها؟ نعم، هذه لابد من أن تضبط بضوابط لا يرخى فيها الحبل على الغارب، لا يلقى فيها الحبل على الغارب ويرخى فيها العنان، يتصرف كل أحد بما يهوى. لابد من ضوابط معتبرة شرعا، كل أمر غير معتبر شرعا لا قيمة له عند الله، مهما كان اجتهاد المجتهدين ومهما كان بحث الباحثين. ف
فإن الأمور إنما يجب أن تؤطر في الإطار الشرعي. نستقبل الآن مكالمة. الدكتور عبد الله العبري، عفوا الدكتور إسماعيل الأغبري. السلام عليكم دكتور شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إسماعيل. كيف حالك؟ طيب. أهلا بك ومرحبا. الحمد لله. الموضوع الذي تتناولونه حقيقة الآن موضوع شيق، وهو حديث الساعة. جزاك الله خير. والأمة هذه اللي تبلغ عددها حسب منظمة التعاون الإسلامي 1,600,000,000، كانت هي الجديرة بأن تكون مثال أروع في العالم، أو النموذج الأفضل لبقية العالم، لكن للأسف تشتتت وتفرقت. أنا فقط أريد أن أذكر يعني بأدوار العمانيين من ساسة، من سلاطين، من أئمة، من فقهاء في رأب الصدع ولم الشمل. يعني ممكن نشير ببعض الأمثلة على ذلك من قيام الأئمة والسلاطين والفقهاء عندما كانوا رجال إطفاء وليسوا رجال إشعال فتن، وكانوا يئدون الفتنة في مهدها قبل أن تنشب أظفارها. ممكن أشير الآن إلى مثال لأخسيد. تفضل. وهذا المثال وقع قتال سابق بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وسمو الأمير علي بن الحسين شريف الحجاز. نعم. في عهد السلطان فيصل بن تيمور، وفي عهد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. هنا انتدب السلطان فيصل بن تيمور. فيصل بن تركي. شخصية فيصل بن تيمور. فيصل بن تيمور. مشهورة جدا، وهي شخصية المؤرخ سليمان باشا الباروني. نعم. وذلك للصلح بين الملك وبين شريف الحجاز. ومع أن سمع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي بهذا التوجه حتى بارك، فالتقت إرادة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي مع إرادة السلطان تيمور بن فيصل، فبارك هذه الخطوة وسعى العلامة سليمان باشا الباروني للصلح بين الفريقين المسلمين المتقاتلين. إذن هذا نموذج الثاني، أن العلامة سليمان باشا الباروني لما وقع القتال بين الملك ملك الحجاز وبين حاكم اليمن، تنافست الصحف والمجلات على إظهار أن هذا الصراع هو صراع فكري، صراع مذهبي بين مذهبين مختلفين. فساء ذلك العلامة سليمان باشا الباروني ومال إلى تهدئة الموقف، ونصح تلك الصحف والمجلات على أن لا تظهر ذلك الصراع أنه صراع مذهبي أو صراع فكري. جميل. ثم بعد ذلك لما عقد مؤتمر في القاهرة للصلح بين الملك وبين الشريف الحجاز، انتدب الإمام محمد بن عبد الله الخليلي سليمان باشا الباروني ليمثله في مؤتمر القاهرة، حتى قال الإمام محمد عبد الله الخليلي يقول: فإننا نكلف جنابكم باسم الأمة العمانية أن تحضر هذا المؤتمر الذي سيعقد لهذا الغرض الديني السامي في مصر أو في غيرها من بلاد الإسلام. إذن هذا نموذج حي لدور العمانيين من سلاطين، من أئمة، من فقهاء في الصلح وفي رأب الصدع بين المسلمين. نلاحظ أيضا الأخ سيف دماء المسلمين وغير المسلمين، الأصل كل الناس لهم المحافظة على كرامتهم وعلى إنسانيتهم. الإمام نور الدين السالمي يذكر في تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان أنه وقع قتال بين يهوديين في صحارة. فلما كاد أحد اليهوديين أن يقتل الآخر، قال الآخر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال المسلمون آنذاك: انصروا أخاكم، فقد دخل واعتنق الإسلام ووجب له حق الإسلام وهو أن ينصر. هنا بعد أن نصروه
قال أنكر أنه شهد التوحيد. نعم. فلما عرضت القضية على العلامة موسى بن علي وهو شيخ المسلمين ومرجعهم، وكان هناك أيضا من شيوخ المسلمين ومراجعهم العلامة محمد بن محبوب، قال العلامة موسى بن علي لا أرى عليه إقامة حد. فلما سئل لماذا؟ قال لأنه أنكر أن يكون قال كلمة التوحيد، والحدود تدرأ بالشبهات. ولما عرض الأمر على العلامة محمد بن محبوب الروحيلي وهم من أعلام عمان ومن مشاهيرها ومن فقهائها، أيد فتوى العلامة موسى بن علي العزري وقال لأنه لم يأتي بكلمة التوحيد كاملة، وهي أنه لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق من عند الله. يمين. هنا نلاحظ أن فقهاء عمان وسلاطين عمان وأئمة عمان، نعم، لا يسارعون في تكفير أحد، ولا يسارعون أيضا بفتوى استباحة دم أحد. إذن هذه نماذج حية من تاريخ أئمة عمان وسلاطين عمان وفقهاء عمان. هذا هو الدور الريادي الذي نرغب أن يقوم به الفقهاء وأن يقوم به العلماء تلطيفا للأجواء. بدل أن يصب الزيت على النار، وإنما كان أهل عمان كانوا رجال إطفاء لكل فتنة، وكانوا يئدون الفتنة قبل مولدها. جميل دكتور. لا ننسى طبعا هناك فتوى العلامة سعيد بن خلفان الخليلي في تمهيد قواعد الإيمان في الجزء الأول طبع وزارة التراث والثقافة، عندما سئل عمن يكفر أو يغلو على الآخر أو يتشدد على الآخر، هل تحكم عليه بالشرك؟ أجابه جوابا شافيا كافيا، قال له إياك ثم إياك أن تعجل على أحد من أهل القبلة بالشرك، فإنه موضع الهلاك والإهلاك. جميل. نحن بحاجة إلى هذه النماذج الحية من العلماء من الأئمة من السلاطين الذين يئدون كل فتنة ويطفئون كل سعير. الله يبارك فيك. مشكور دكتور إسماعيل على هذه اللفتة المهمة بالفعل، والتي سنقف عندها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكراً. الله يبارك فيك. شكراً. قبل أن نستقبل المكالمة الأخرى، نطرح عليكم هذا السؤال سماحة الشيخ، وهو ما جاء في يعني مداخلة الدكتور إسماعيل. الاحتكام بعد النصوص يكون دائما إلى التاريخ، وقد ذكر الدكتور إسماعيل جملة من هذا الأمر. هل لدى المسلمين رصيد تاريخي بالفعل استطاعوا فيه التعامل مع مفردات كالحق والعدل والظلم؟ من المعلوم أن الإسلام كما قلت جاء ليطبق، لا ليبقى في متاحف الفكر أو متاحف التاريخ أو متاحف التنظير، وإنما جاء ليطبق بحذافيره. ومن بينها قضية العدل، هذه التي ركز عليها القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا لتطبيق العدالة. ولذلك عندما رجع في حد من حلول الله، وقد راجعه من هو من أحب الناس إليه، كان حبه صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة بن زيد، غضب واحمر وجهه وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو الموقف، هذه العدالة، وهذا هو الذي المسلمون ساروا على هذا النهج. ولا ريب أن الأمة المسلمة عندما كانت مستمسكة بعروة العدالة الوثقى وصلت إلى ما وصلت إليه من تسوية خلافاتها، ولم تكن تزن بميزانين أو تقيس الأمور بمقياسين، إنما كان المقياس واحدا. فلا يمكن صاحب هذا الفكر مثلا أن يكون تارة كافرا مرتدا عن الإسلام خارجا عن الدين، وصاحب عندما يكون ذلك في جانب، وعندما يكون هذا الفكر في جانب آخر يكون هذا هو الصديق الحميم، وهذا هو المؤمن المخلص، وهذا هو المحافظ على مقدسات الإسلام. هذه الأمور لا الفكر واحد، إن كان هنا كفرا فيجب أن يكون هنا كفرا أيضا، نفس الشيء.
ونحن حسب ما درسنا وحسب ما وجدنا عليه سلفنا الذين تلقوا هذه المبادئ من القرآن الكريم ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنهم ما كانوا يفرقون قط بين هذا وذاك، وإنما يقيسون الأمور بمقاييس الشرع من غير أن يعني كما قال الإمام السالمي رحمه الله تعالى: نرضى بما يرضى به الإله لدينه ونأبى ما يأباه، سيرتنا سيرة صحب أحمد، لا نرضى أهل الظلم فينا مقتدى، بل كل ظالم خليع عندنا وإن يكون قد حاز أبواب الدنا. يعني هذا هو الموقف، ونحن نرى أن القرآن الكريم جاء بدفع الظلم ورفع الظلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نجد الأحاديث الكثيرة، رويت أحاديث من طرق شتى وبأسانيد متعددة وبألفاظ مختلفة، هذه الأحاديث تنص على أنه سيكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم وصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. من دخل على هؤلاء فعانهم على ظلمهم وصدقهم في كذبهم فهو على كل حال ليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وكذلك هناك أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة وبألفاظ مختلفة، محصلها أن أي أحد يسترعيه الله تعالى رعيه فيموت يوم يموت وهو غاش لها فلست منه وليس مني ولن يرد علي الحوض. يعني هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقفه. ومعنى ذلك أن الظالم لا يعان بأي شيء كان ما دام ظالما، والظلم إن وقع على أي أحد كما قلنا سواء كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، الظلم يجب أن يرفع، وللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه. هذه عدالة الإسلام، وهذا هو الحق كما جاء في نصوص القرآن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولكن مع هذا كله أيضا على أن لا يخرج هذا عن حدود الاعتدال، يجب أن يؤطر كل شيء، لا أن تكون هناك ردود أفعال تخرج عن حدود الاعتدال أو تقتضي أن يحمل البريء اسم المجرم، لا، كل شيء ينزل من منزلته ويعطى حكمه. فالله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن المعلوم أن الناس دماؤهم وأعراضهم وأموالهم حرام كما نص على ذلك القرآن الكريم، ومهما كان أيضا من ارتكاب المحارم في أي طرف لا يقابل فعل منكر بمنكر، ولا يقابل باطل بباطل، ولا يقابل الظلم بظلم، إنما يقابل الظلم بالحق. وهذا الذي كان عليه أسلافنا. وجدنا الإمام أبا الخطاب المعافري رحمه الله عندما قام على قوم يستحلون أموال أهل التوحيد وكما يستحلون دماءهم ويفعلون الأفاعيل المنكرة، حذر من الأخذ من أموالهم، إنما بيّن أن مقاتلتهم لكف أيديهم عن الظلم لا لأن يظلموا أيضا. فقال له أحد من الناس: نأكل من أموالهم كما يأكلون من أموالنا. قال: إذن حق على الله أن يكبنا معهم في النار فنكون كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. الله، هذه العدالة وهذه الأمثلة الحية في تطبيق الإيمان. نعم، عرّق الدكتور إسماعيل على موضوعه، ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. الدكتور عبد الله العبري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير سماحة الشيخ. الحمد لله، ومساك الله بالخير وبارك الله فيك.
الحقيقة نتابع يعني سماحة الشيخ في خطاباته، ولكن خطاب هذه الحلقة يهز النفس من أعماقها. جزاك الله. فهو يمثل حاجة الإنسانية الحالية، والأمة تجري وراء شراب هنا وهناك لتبحث في كلمات العلماء وفي خطاباتهم عما يجمع صفها ويوحد كلمتها. والحقيقة ما أود طرحه أن خطابات العلماء في توحيد الأمة وفي رأب الصدع وفي لم الشمل كثيرة جدا، نسمعها عبر الخطب ونسمعها في وسائل الإعلام، وكذلك نقرأها عبر كتابات ومؤلفات كثير من العلماء، إلا أن هذه النظريات وهذه الخطابات الطنانة وهذه العبارات المسجوعة التي نراها من كثير من العلماء عبر العالم يود المسلمون أن يروا لها واقعا عمليا مترجما من خلال توحيد العلماء لصفهم في آلية يخاطبون بها جماهير الناس. فسؤال الأول لسماحة الشيخ، ما هي الآلية التي ترونها مناسبة لعلماء هذه الأمة لإخراج تلك النظريات إلى واقع ملموس يشفي غليل بني الإسلام من أجل توحيد الأمة المسلمة؟ نعم. في بلادنا عمان فتحت الأبواب لأهل العلم من كل أصقاع هذه الأرض، وعقدت الندوات والبرامج من أجل توحيد هذه الأمة، وسماحة الشيخ حفظه الله تعالى في تجواله في هذا العالم شاب رأسه وهو ينادي بهذه الوحدة، وهو ينادي بهذا الخطاب المتميز. فأين الصدى من علماء العالم لأمثال هذه الدعوات؟ نعم. سماحة الشيخ، إنكم تمثلون مدرسة عمرها أكثر من 1300 سنة تدعو إلى حقن دماء المسلمين وإلى وحدة الأمة المسلمة، فهل يرى سماحة الشيخ أن هذه المدرسة تؤصل برنامجاً لأمة الإسلام اليوم من أجل الخروج من مآزقها نحو الوحدة الإسلامية المنشودة؟ جميل. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. وأطال الله في عمرك سماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور عبد الله العبري. الأخ هلال الوردي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك الأخ هلال. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. يعني الشيخ رتب الله على كتمان البينات الوعيد الشديد. نعم. ونرى الأمة غاضت في المتشابهات كثيرا كما نرى ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. السؤال، ما هي عاقبة كتمان البينات في الآخرة؟ وهذه البينات هي أساس النجاة يوم القيامة، خصوصا على العلماء الذين يكتمون البينات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. نعم. السؤال الثاني، تفضل. الكل يعلم أن الإسلام سيسود العالم، فهو الشريعة الخاتمة التي تنسجم مع النفس والعقل وكل شيء، ولكن بسبب اقتتال المسلمين لبعضهم البعض، البعض من أهل الإلحاد وغيرهم يقولون انظروا إلى المسلمين يقتل بعضهم بعضا، ويتخذون هذا ذريعة وشماعة يعلقون فيها ما أرادوا من بث السموم ضد أهل الإسلام. نعم. فكيف الرد على مثل هذه المسألة؟ وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. حسنت. طيب سماحة الشيخ، يعني هناك نماذج في التاريخ كما ذكر الدكتور إسماعيل تتعلق بسعي أهل عمان، وهو ذكر طبعا الشيخ سليمان الباروني المجاهد وهو ليبي أيضا، إلى رأب الصدع وتوحيد الأمة. هل لكم يعني وقفة مع هذا الموضوع، يعني يمكن أن نمد فيه هذه الدعوة؟ نعم. التاريخ على كل حال هو شاهد على أن منهج الصحيح الذي سار عليه سلفنا والحمد لله تعالى، هذا المنهج يحرص دائما على جمع كلمة الأمة على طريقة سواء. عندما تصاب الأمة بأي مصيبة وتنكب من قبل عدوها في أي مكان، من الذين
يعني يهب لنصرتها. يعني أمة الإسلام يجب عليها أن تكون دائما تسعى إلى نصرة الحق بالحق ودفع الباطل بالحق وإنكار المنكر بالمعروف ومعالجة الفساد بالصلاح. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح. يعني من أمثلة الحية التي نشاهدها والتي تدل على هذا في عهد الإمام الصلت بن مالك رحمه الله تعالى، عندما استنصرت به امرأة من أهل سقطرة يعني لدفع الظلم الذي وقع على سقطرة من قبل النصارى الغزاة، يعني ما اكتفى بإرسال أسطول لنصرة المسلمين ورفع الباطل، وإنما كان مثالا أولا للعدل حتى مع أولئك النصارى. يعني حذر قواد جيشه من أي عدوان عليهم، أمر ألا يباغتوهم حتى يقيموا عليهم الحجة ويدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن قبلوا الإسلام كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وتلاشى كل ما فعلوه وانمحى كل أثر من آثار جرائمهم التي ارتكبوها، فإن رفضوا كانت الدعوة إلى رجوعهم إلى العهد الذي كانوا عليه، والذي فإن أبوا ذلك عندئذ يقاتلون. ومع هذا أمر ألا يقاتل إلا من قاتل، وألا يؤخذ المجرم، ولا يؤخذ يعني البريء بإساءة المجرم، بل يجب أن يكون القتال للمجرمين فقط من غير عدوان عليهم. ولذلك قال الدكتور محمد علي البار في تحليله لهذا العهد الذي كتبه الإمام بأن هذا العهد لم ترق إليه المواثيق الدولية التي عنيت بحقوق الإنسان في أي مكان، إنما كان نموذجا. وكذلك عهود الأئمة في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة، أئمة العدل يعني كانت عهودهم مثالا وفي دفع الشر عن أي أحد كان من غير تفرقة بين قريب وبعيد وبغيض وحبيب. فإذا هذا الموقف هو الذي يجب على الأمة أن تسير عليه. طيب سماحة الشيخ، في موضوع حقن دماء المسلمين والتماس الشبه أو الشبهة من أجل أن لا يطالهم شيء من القتل أو العقاب، في المثال الذي ذكر عن اليهوديين وفي المثال الذي ذكرتموه عن الإمام الصلت، وكذلك ما ذكر عن الإمام الخلفان سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله، إلى أي مدى يطالب العالم أن يلتمس هذه الأمور فيما يتعلق بدماء الناس وأموالهم؟ نعم، العالم يجب عليه أن يحترز من التسرع إلى الحكم على الناس بالكفر والخروج من الملة. هذه الكارثة وهذه الحالقة، لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. هذه قسمة الظهور التي قسمت ظهور هذه الأمة وبددت شملها ومزقت جمعها وأوهنت قواها وجعلتها أثرا بعد عين وخبرا بعد أثر. هذه الجرأة، فالعالم دائما عليه أن يحترز، والشهادتان لهما قيمة. من أتى بالشهادتين كما قال الإمام السالمي رحمه الله، ونحن لا نطالب العبادة فوق شهادتيه معتقادة، فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا. أنا هذا مثال لإنزال الناس منازلهم من غير أن يتعدى عليهم. أن أتى بالشهادتين، نحن ما لسنا مسؤولين عن جزئيات معتقدات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يطالب الناس بهذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، دخول في جزئيات المعتقدات. ما لم يبين الباطل إلا عندما يبين الباطل، عندئذ يرد هذا الباطل. نعم، ويرد بالطرق التي بالطرق السلمية، يعني السلمية والإقناع والحوار والإقناع. طيب سماحة الشيخ، يعني لنركز قليلا في الأزمة الراهنة، وهو يعني سؤال الأخ الدكتور عبد الله الثاني. في سوريا نقول هناك تطاحن، وهناك أمة، وهناك أعداد هائلة يعني تموت يوميا، أنضاف إليها الآن فكرة الطائفية فأصبحت تناحر طائفيا. هل لكم سماحة الشيخ بصفتكم من علماء المسلمين أن تشكلوا فريقا، أو أن يعني يكون هناك إسهام في وقف هذا النزيف؟ على أي حال، نحن ندعو إلى دفع الباطل بالحق، وندعو إلى رفع الظلم بالعدل. وعلى أي حال نقول، وهذه كلمتنا في أي مكان، بأن الناس لهم أن يرفعوا الظلم عن أنفسهم من غير أن يقعوا في الظلم. نعم. الناس لهم أن يدفعوا عن أنفسهم الظلم، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وقلنا أكثر من مرة بأن العلاقة ما بين الحاكم والمحكومين يجب أن تكون كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه العلاقة يجب أن لا تكون علاقة تسلط وتكبر واستعلاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقرن الله سبحانه وتعالى بين الفساد وبين العلو في الأرض عندما قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولكن مع ذلك كله يجب أيضا أن يكون دفع الظلم بالعدل وبالحق، لا أن يكون دفع الظلم بتعدي الخطوط الحمراء أو بالوقوع على الخطوط الحمراء، لا، بل العدل يجب أن يكون كما هو. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. سؤال الأخ هلال الوردي فيما يتعلق، بقيت معنا دقيقة، فيما يتعلق بكتم البينات، ما هو وعيد من كتم البينات عند الله سبحانه وتعالى؟ وعيد ذلك وعيد شديد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا كفى بذلك وعيدا للذين يكتمون ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من البينات التي يجب عليهم أن يبينوها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على هذا العطاء وعلى هذا التفصيل في هذه القضية الحساسة التي ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يصلح بين المسلمين في أمرها، وأن يلم شملهم، وأن يجعلهم أمة واحدة كما وصفها سبحانه وتعالى. شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا العطاء. شكرا لكم أعزائنا الكرام، وفي نهاية اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل معكم إلى سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم على المتابعة، وندعو الله تعالى معكم أن يصلح أمر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.